هاي خريطة العالم، هاي الخريطة اللي تعلمناها أنا وأنت من الصغر بالمدرسة وبكل مكان. فيها كتير من الاستفسارات وربما الأخطاء اللي بتحتاج لجواب، الحجم، الشكل، الاتجاه، التقسيمات حتى. خلينا نبدأ واحدة واحدة. الحجم، اتجاوزت هاي المشكلة لما لقيت خريطة بإسقاط ميلر، وهو إسقاط بيرسم الدول بحجم الحقيقي. ما بتعرف إنه جميع الخرائط اللي مستخدمة بتعتمد إسقاط ميركاتور اللي بيشوه حجم الدول، بصغر الجنوب على حساب الشمال. ابحثوا بالأمر وراح تلاقوا مفاجآت كثيرة. Blow your mind if I told you that Africa is in reality 14 times larger. Yes. المشكلة الثانية هي الاتجاه. ليش ما تكون الخريطة على الشكل التالي؟ الشمال بالجنوب والجنوب بالشمال. ليش هي بهالشكل؟ هل في سبب علمي وراء هذا الشيء؟ بحثت بالموضوع والنتائج كانت مفاجئة جدا بالنسبة لي. هذا الاستخدام عمره صغير جدا مقارنة بتاريخ البشرية اللي كانت بتشوف فيه الشمال على أنه جنوب والجنوب على أنه شمال، يعني خريطة مقلوبة، أو قبل ما تكون مقلوبة، أو مقلوبة عن خريطة مقلوبة. المهم، حتى نحن المسلمين كنا هيك نستخدمها لأسباب وجيهة جدا. رح أحكي لكم القصة بشكل كامل، ولكن خلينا نكمل مع مشاكلي مع هاي الخريطة. المركز، سؤال مركزي جدا، ليش المركز هون بالضبط تحديدا اوروبا؟ ليش بالنص؟ ليش اوروبا واكثر تحديدا بريطانيا هي وسط العالم؟ ما لكم ملاحظين هالشي؟ واذا ضفنا خط غرينتش، نحن كعرب قريبين على المركز قد ما نلاحظ هاي المشكله. ولكن تخيلوا لو ولدنا بمكان مثل استراليا او الارجنتين او حتى كندا، ليش هيك؟ ليش لنكون بطرف العالم في حين بريطانيا المركز تبعه؟ هل معقول الافلاك كانت معجبه ببريطانيا حتى اختارتها كمركز للارض؟ لا ابدا، الموضوع ما له علاقه بالعلم وله اسباب تاريخيه بشريه اوروبيه حتى اذا بدكم. واخيرا التقسيمات، ليش عالمنا مقسم إلى 7 قارات بالضبط؟ ليش مو 4 أو 10 أو 30 مثلاً؟ هل في أسباب جغرافية؟ طيب ليش قارة بحجم أفريقيا كلها تعتبر قارة واحدة في حين أوروبا ما بتطلع بحجم دول المغرب العربي تعتبر قارة لوحدة؟ هل في حدود فاصلة جغرافية حتى نعتبرها قارة منفصلة؟ وأفريقيا وآسيا بكل الحجم قارة واحدة؟ الأمر غريب شوي ما هيك؟ بتوقع عرفتوا الإجابة. وبعد ما تشوهت عندك جميع المفاهيم عن هاي الخريطة الجميلة اللي بنستخدمها، خلينا نبدأ بحث عن الإجابات ونرجع نبني من جديد. خلينا صارحكم شي، بداية قلت تصور لو ولدت باستراليا او الارجنتين او كندا، بس ما قلت بالصين، بتعرفوا ليش؟ خلينا نجرب انه كنت صيني، مي هاو، ووتسي محمد درويش، واردت القاء نظرة على العالم، شلون رح تظهر خريطه؟ ولكن هل هذا ممكن انه اكون صيني؟ ممكن، ببساطة دخلت على جوجل ترانسليت وكتبت خريطة العالم وحولتها للغة الصينية وعملت بحث بالجوجل وظهرت لي كتير خرائط مختلفة ولكن أغلبها بهذا الشكل. الخريطة غريبة عليك ما هيك؟ هي نفسها خريطتنا، ولكن لاحظ وين المركز؟ الصين أو شرق آسيا عموما، وين احنا؟ صرنا هون بالأقصى الغرب. طيب الحقيقة أي خريطة هي حقيقية؟ هذا بحيننا للمشكلة الأولى واللي هي المركز. رح نبدأ رحلة تاريخية عكسية منبلش فيها من الأخير للأول بدل العكس. رح أوضح لكم ليش. قلنا المركزية الأوروبية بتعتمد على خط غرينتش. طيب إيش هو خط غرينتش؟ ببساطة خط غرينتش خط وضع لتوحيد الأوقات وتسهيل عملية السفر بكل مكان في العالم. قبل القرن 19 إلى العصور القديمة كان ما في وقت واحد عند الناس، مفاجأة ما هيك؟ كانت الأوقات بتعتمد على الحسابات الفلكية والاختلاف أوقات ظهور الشمس والقمر بين المكان والتاني. كانت ببساطة الأوقات بتختلف بشكل كبير. قد تلاقوا بمدينة واحدة قرية بتسبق قرية بكتير وقت. أبسط مثال هو أوقات الصلوات والشروق، أكيد لاحظتوا أنها بتختلف بين مدينة والتانية. طيب شلون اجت فكرة توحيد الأوقات؟ للأمانة على طول العصور التاريخية ما كان في حاجة ملحة لهذا الشيء. التعامل بالمواعيد الدقيقة كان يتم بين أبناء المدينة الوحدة أو القرية الوحدة، وبالتالي راح يكون الموعد ثابت. طيب شلون تغير الوضع؟ بفضل اختراع طوى الزمن وجعل السفر بين مدن قصير وبيعتمد على الأوقات بشكل أساسي. لا مو السيارة، القطار. بعد اختراع القطارات البخارية ببريطانيا مع الثورة الصناعية أوائل القرن 19 بفضل هذا الرجل جورج ستيفنسون، بدأت الناس تعتمد عليه، على القطار مع الرجل، وبدأ ينتشر بباقي أوروبا لأمريكا لباقي العالم. ولكن كانت المشكلة أنه التوقيت وموعد القطار بيختلف حرفيا بين مدينة والتانية، فشلون رح ينضبط الأمر؟ هون اجتمع السياسيين بواشنطن بعام 1884 وقرروا انه رح يرسموا خط زمني لتوحيد اوقات الدول ضمن درجات بتختلف بوقت محدد، زيادة ساعة او نقص ساعة كل ما ابتعدنا عن المركز درجة. وهون كان السؤال، مين المركز؟ وكانت الاجابة ببساطة بريطانيا لندن، وتحديدا هاي المنطقة غرينتش. هيك انرسم خط غرينتش وصار تصنيف الاوقات العالمي منطلقه من اوروبا. طبعا ملاحظة سريعة، خط الاستواء غير خط غرينتش. خط الاستواء هو بيقسم الكرة لنصفين انطلاقا من القطبين الشمالي والجنوبي، يعني عامل طبيعي جغرافي، ولكن خط غرينتش بيقسم الكرة بالطول واللي ما فيها أقطاب. طيب ليش بريطانيا بالذات؟ بالحقيقة أن بريطانيا بداك الوقت كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. بتسيطر على أكبر قسم للأرض، بالإضافة لأنها كانت ملكة البحار
بإمكانها فرض التوقيت على القسم الأكبر من العالم. هيك اتفقت الدول الأوروبية وفرضت المركز على العالم اللي صرنا نرسمه بالخرائط. الحقيقة أنه فرنسا بالبداية اعترضت أنه المركز لازم يكون باريس، بس بعدين رضخت للأمر الواقع. نتيجة واحدة، المركزية الأوروبية. طيب هيك منكون جاوبنا على السؤال الأول، لننتقل للسؤال الثاني، ليش الشمال فوق والجنوب تحت؟ قبل ما أجاوب رح نتخيل، الحلقة فيها كتير تخيلات، رح نتخيل أنه طلعنا على الفضاء، وقفنا وطلعنا على الأرض، شلون رح يظهروا الشمال والجنوب؟ قد يظهروا هيك، وإذا درنا 180 درجة صار هيك، هل في شي بيمنع هالشي؟ لا أبداً، ولكن ولا مرة نشرت ناسا صورة مقلوبة للأرض حتى نفكر بهذا الشي. مو مصدقني؟ شوف التقرير اللي رح تلاقي رابطه بالوصف، بيقولوا إنه ناسا بتتعمد تجعل الشمال فوق والجنوب تحت بصوره، بأنها ببساطة بتقلب الصور اللي بتلتقطها الفضائيين بالمقلوب مثل هاي الصورة. طيب إيش السبب؟ أخشى إنك بتعرف الإجابة. الحقيقة الجملة الأخيرة اللي قلتها بتعطينا الإجابة، مركزية الأوروبية. لا أنت عبالغ وتحب نظرية المؤامرة وأنه الأوروبيين ما كويسين ولا بلا بلا. لا، نظرة سريعة على تاريخ الخرائط بيكشفنا أنه الشمال نادرا ما كان الفوق. هذا الشيء بيحكيه مؤلف كتاب تاريخ العالم في 12 خريطة، وبيقولوا أنه نادرا ما كانت الخريطة بتحط المركز بالشمال، لأنه ببساطة كانوا يشوفوا المكان اللي بتجي منه الظلمة. ورح نتأكد بنفسنا، الخرائط ظهرت بالحضارة البابلية تقريبا، وتحديدا للقرن التاسع قبل الميلاد. تحديدا هاي الخريطة، لا تعذبوا ما رح تفهموا لنا شيء، ظهرت بعد خرائط بطليموس اللي عاش بالقرن الثاني الميلادي، واللي كانت للأمانة البداية الحقيقية للخرائط باستثناء بعض الخرائط الصينية الأولية. وخريطة بطليموس كانت تجعل الشمال فوق. لا ما نقط نفسي، المؤلف بيكتشف انه بطليموس كان النادرين اللي وضعوا الشمال فوق، وبيشرح ليش. بعد بطليموس ازدهرت خرائط المسلمين وبعدهم الأوروبيين. أول شيء الأوروبيين كانوا بيحطوا الشرق فوق مثل هي الصورة، فهمتوا شيء؟ طيب هيك؟ طيب ليش الشرق؟ لأنه كانوا بيعتبروا الشرق منبع النور والمكان اللي فوقه جنة عدن. ومين بالمركز انتبهتوا؟ مدينة القدس. مدينة القدس هي مركز العالم. هذا الشكل كان شائع على طول تاريخ الأوروبي الوسيط. طيب والمسلمين؟ المسلمين كانت خرائطهم بهالشكل، ما فهمتوا كمان؟ طيب هيك؟ هي خريطة الأدريسي، ومثلها خريطة ابن حوقل والأصطخري وابن الوردي والمسعودي وغيرهم. المشترك بهي الخرائط انه كلها بتعمل الشمال تحت والجنوب فوق. بس السؤال ليش؟ الجواب ديني. كان العالم الإسلامي اغلبه بخريطة اليوم بالشمال، العراق وعن يمينه بلاد فارس وآسيا، وبلاد الشام وعن يسارها مصر وشمال أفريقيا. هذا بيعني انه المسلمين لما بدهم يفكروا بمكة راح يفكروا انها تحت اذا كان الشمال فوق. لذلك وضع المسلمين بخرائطهم الجنوب فوق حتى يضل المسلمين يفكروا بمكة ان المكان بالأعلى، القدسية الدينية. طيب هل هذا الأمر مبرر؟ بالنسبة لي هو أمر مقنع أكثر من عمل الأوروبيين. بالقرن 16 اكتمل تقريبا اكتشاف الأمريكيتين وبدأت ثورة برسم الخرائط، وكانت هاي الخرائط بتعتمد خرائط بطليموس بكون الشمال فوق. ليش؟ لأنه المستكشفين مثل كولومبوس كانوا بيعتمدوا على نجم الشمال بتسهيل السفر، هيك بيقولوا. ولكن الحقيقة أنه مؤرخ الخرائط البريطاني جيري بروتون داية بس نشفريه بيجاوبنا انه كولومبوس كان يعتبر الشمال يسار، يعني مثل باقي الاوروبيين كان يشوف الشرق هو اللي فوق. ولا تنسوا انه كان شخص متدين، حتى المسلمين كانوا يسافروا بالاعتماد على النجوم وما شكل لهم هذا الشيء مشكله. فهل في سبب اخر؟ الامر بيرجع لميركاتور نفسه اللي شوه مساحه الدول اللي حكينا عنه بالبدايه. جعل ميركاتور الشمال فوق بخريطته اللي كانت اسهل خريطه للسفر وانتشرت. طيب ليش يا ميركاتور الشمال فوق؟ رح يجاوبنا المؤرخين على لسان ميركاتور انه الشمال فيه اماكن للاكتشاف والاستعمار اكثر من الجنوب، او للسبب اللي خطر ببالكم، الفوق دائما اقوى من اللي تحت. اوروبيين 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 اوروبيين. وهيك بنوصل للسؤال الاخير، ليش 7 قارات؟ وليش اوروبا قاره كامله رغم انها متصله بشكل كامل مع اسيا؟ هل في سبب علمي؟ حتى الصفائح التكتونيه بتجعلهم قاره واحده. طيب ليش؟ الموضوع طويل وربما اخص له حلقه، ولكن باختصار هذا الموضوع ايضا بيرجع لليونانيين اللي كانوا اوائل المهتمين بالجغرافيا بشكل جدي بالتاريخ. قسموا العالم القديم ل3 قارات، اسيا، اوروبا، افريقيا او ليبيا مثل ما كانوا يسموها بهذاك الوقت، انطلاقا من المركزيه اليونانيه، رغم انه نفسهم اختلفوا على هذا التقسيم لعدم وجود حدود طبيعيه بين هاي القارات. اما المسلمين فكانوا يقسموا الارض لاقاليم مختلفه تماما، مثلا ابن خلدون كان يقسمها ل7 اقاليم مختلفه عن تقسيم القارات تبع اليونان، وترسخ هذا الشيء مع رسم الخرائط على ايدين الاوروبيين بالقرن ال16 الى ان تم اكتشاف العالم، وهيك صار عالمنا من 7 قارات. طيب بالختام، ايش الهدف من هاي المعلومات كلها؟ هل لازم نعمل ثوره على رسم الخرائط، نرسم خرائط جدد ومدري ايش؟ لا ابدا، بيكفي انه نعرف كيف تشكلت خريطه العالم بهالشكل، وانه كل شيء فيها منحاز وربما خاطئ. هذا الشيء اللي ما بنسمع عنه ابدا بكتب المدارس ولا حتى بالمراكز البحثيه والصحف، والدليل انه معظم الاسئله اللي واجهتني ما لقيت جوابها الا بمقالات باللغه الانجليزيه، وهذا بالحقيقه اكبر تصوير للمشكله، رغم انه صرنا نعرف كل الاجابات خلال عده دقائق.